قاعدين بالاستوديو فجأة بنلاقي واحد متعلق جدا بأوتوستراد بان، ما لقينا غير دخل علينا على الاستوديو شخص هو عزيز مرقة. فنان الأردني اللي كلياتنا بنحبه، كيفك؟ ممتاز. شو أخبارك؟ أنا ممتاز طبعاً. أول ما شفت هيك إنه الباند موجودة يعني جيت وسقت بأزمة الرينبو وأزمة شارع مكة وكل مكان. عاد عمان مش أزمة. وصلت. أبداً. هلا مقارنة بلبنان ومصر. شكراً لأنك جيت. شكراً. أهلاً وسهلاً فيك عزيز. احكي لنا إيش في إيفنتس جديدة ومهرجانات جاية بدك تشارك فيها؟ هلا في عنا عم ننظم ب6/5، هلا على فكرة عم ننظم كمان بكرة حفلة فشوي هيك عجقة، بس ب6/5 في عنا مهرجان باب. طبعا من البانز اللي أول ناس حكيت معهم كانوا أوتوستراد. كانت الفكرة بكل بساطة نسمع يا جماعة بدنا نعمل فيستيفال، ما بعرف كيف، بعدين نحكي مع السبونسرز، بعدين نحكي مع كل حدا، وأبدا حكيت مع أفو طبعا ومع يزن ومع كل الشباب قالوا أوكي. حكينا مع آخر زفير، طبعاً أنا كمان بدي أعزف، هي كانت كل الفكرة بدي أطلع أعزف، بس بدون الشباب ما بتزبط. وعندنا هنا ملحس وعبد الرحمن محمد من السعودية، فرح يكون هيك يوم مهرجان كامل ب6/5 يوم الجمعة بالدوم، ومش قادرين نصدق يوصل هذا اليوم ونعزف. طب شو الجديد لباب هاي السنة؟ باب هلا احنا بدينا، كانت بالاول فعالية بتصير بس يوم واحد، يعني بيكون بس إيفنت صغير ساعتين ثلاث ساعات. بعدين عملنا منه باب كوميدي، هلا لأول مرة قوينا قلبنا وعم نعمل مهرجان يوم كامل، فإن شاء الله تكون هاي بداية مهرجان باب بخلاف اللي كنا نعملها بس ليلة واحدة. سؤالي ليزن هلا، دائما أنا بسألك كذا أو آفو، مين بحب يجاوب؟ تحكي لنا عن مشاركتكم بباب فيستيفال. أول شيء باب هو مشروع عزيز عمل نوع ثقافة بالبلد موسيقية ترفع الراس. احييك. وهذا برافو عزيز، سبورت لهذا الزلمه. بما انه احنا موسيقيين فاحنا فكرتنا برضه احكي شو فكرتنا، ايش بدك احكي؟ نكبر البلد خلص، نكبر السين. صافي عنا فكره الموسيقى هي عن جد في دمنا، يعني يصير تتعلم في المدارس، تتعلم بالبيوت، تتعلم بالشارع، خلص موسيقى هي من القلب للقلب، اكثر شيء حقيقي اقوى نوع. احلى بالعزم. صراحه تعقيبا على هذا الموضوع انه احنا الاردن، لازم احكي هذا الشيء، كنت اشوفه بال5-6 سنين، انه الاردن عم بيلاقي فرصه ممكن يصير عنده علامه واضحه في بالوطن العربي، وهاي الفرصه ما كانت موجوده عندنا قبل الفرق المستقله والبديله والاندر جراوند. فهي هالفرصه، يا بننتهزها يا بتمشي هد. فاحنا شايفين فرصه كبيره للاردن، عم نشوف الجماهير بتيجي من مصر ومن لبنان ومن كل مكان عشان يحضروا ايفنتس هون بالاردن، فهذا له معنى كبير اكيد. طيب بشار، سؤالي لك، كيف تعرفتوا على بعض وكيف قررتوا انكم تاسسوا هاي الباند؟ صاحبي بشار ديروا بالكم عليه. احنا بنعرف بعض من تقريبا يعني من 20 سنه. يعني احنا اصدقاء، اشتغلنا بالموسيقى بمشاريع قبل أوتوستراد يعني. بس بال2007 قررنا جميعا احنا الأربعة انه نأسس أوتوستراد ونبلش بهذا المشروع اللي عن جد يعني هذا بالنسبة لنا شغلنا وحياتنا وهو المستقبل تبعنا يعني. فمشان هيك يعني هي علاقتنا أكثر كأصحاب واشتغلوا مع بعض، فهيك بلشت أوتوستراد. حلو كتير. سؤال خطر ببالي صراحة هلا مش محضر له، بصير اسأله يزن. الكلمات اللي انتم طلعتوا فيها مش متعودين عليها، يعني متعودين على اغاني حب وإشي، واذا رحنا للبعيد جدا ممكن يكون عن الوطن وهي القصص، بس الكلمات اللي طلعتوا فيها كانت كثير غريبه، فاكيد هذا إيش خلاكم مميزين، وبنفس الوقت يمكن خلى الموضوع عليكم يسالوا الناس ليه هيك بتغنوا. احنا لما بلشنا كان زي ما حكيت لك، يعني كان في مثلا تجارب موسيقيه مهمه قبلينا، كانت تعمل مثلا اغاني بالاردني، بس هاي الاغاني ما كانش حدا ماخذ على عاتقه انه يطلع. يعني مثلا احنا لما طلعنا، لما بلشنا نغني سافرنا على مصر على راسنا، وطلعنا عملنا الاوتوستراد، رحنا سمعنا المسار وكيف انه باند اردني كيف بغني وهيك، و الموضوع ما كان سهل، لانه كانت الناس معتبره انه الاردني بتغناش، خصوصا هذا اللي بنحكيه انا وياك هلا. واحنا ما كنا يعني نوع شخصياتنا مثلا، وعزيز بتخيل بوافق معي هذا الشيء، نوع شخصياتنا صعب نطلع نغني لبناني وصعب نطلع نغني مصري ولا خليجي، فهمت علي؟ فاكثر شيء بنقدر احنا، لانه احنا موسيقيين يعني هاي رزقتنا،
واحنا صعب بنكون يعني حتى لو رح نخسر صعب نكون مش حقيقيين، وهذا الاشي احنا بندفع ثمنه ودفعنا ثمنه اولها. وبالعكس عشان اجاوبك على سؤالك، انه الرياكشن كان كتير، يعني التجاوب كان كتير مهم، يعني المصاروي والسوريين واللبنانيين والجزائريين والمغاربة كتير بحبوا كيف احنا بنحكي، يعني لغتنا هاي كيف احنا مثلا لما هلا بدخل عنا واحد مغربي بلش يحكي بالزيف وعايش خويا ومش عارف، واكيد تحيتنا لكل حدا جزائري لكل مصري عربي، عربي كل العرب يعني حبيب. كيف احنا متحمس للهجات هاي، وهم يعني عم بيلاقوا انه اللهجة الأردنية كتير جذابة، واحنا هذا الشيء كان مصلحتنا بصراحة. يعني بقدرش احكي عن موسيقتنا زي حلوة ولا بشعة، بس متأكد انا انه لهجتنا الأردنية لطيفة جدا، يعني إلها رنة بدان زي ما بدك حلوة كتير اقول نوع عراسي.